مشاهدينا الكرام في كل مكان، مساء الخير واهلا بكم معنا في جوله اخباريه جديده من داخل صاله التحرير اليوم السابع. هنتعرف من خلالها على اهم الاخبار المحليه. تشارك مصر في اول مهامها كرئيس للجنه مكافحه الارهاب بمجلس الامن الدولي في الاجتماع الذي يستضيفه معهد التشاتشم هاوس في لندن الاثنين المقبل حول تمويل الارهاب. ومن المقرر ان يكون مندوب مصر السفير عمرو ابو العطا احد المتحدثين الرسميين وسيرأس احدى جلسات الاجتماع. وتسلمت مصر رسميا رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا في نيويورك وترأسه السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة. وعرض مندوب مصر خلال الاجتماع الأولويات التي ترى مصر ضرورة تناولها بواسطة اللجنة، ومن ضمنها مكافحة تمويل الإرهاب والتصدي لظاهرة قيام التنظيمات الإرهابية بتجنيد مقاتلين في صفوفها وإرسالهم للدول المختلفة، واستخدام وسائل الإعلام والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية. سفينتي مسترال بموجب عقد وقعه البلدان العام الماضي في يونيو وسبتمبر، وذلك بعد إنجاز تدريب طاقمين من العسكريين المصريين يصلون إلى فرنسا اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع حسب ما أفاد مصدر متابع لملف الجمعة. ويصل طاقم السفينتي البالغ عددهما 360 بحارا تباعا إلى سان نازير في غرب فرنسا على أن يستكمل وصولهما في نهاية مارس بحسب المصدر. واشترت مصر السفينتين الفرنسيتين بعدما ألغيت في أغسطس عقدا مع روسيا على خلفية النزاع في أوكرانيا. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 950 مليون يورو تسددها مصر بفضل تمويل سعودي مقابل 1.2 مليار يورو قيمة الصفقة السابقة مع روسيا. علق موقع لانفورماسيون الأسباني على مقتل الشاب الإيطالي جوليو روجيني في مصر، والذي تم العثور على جثته بعد اختفائه منذ 25 يناير الماضي. وأثار الموقع الشكوك حول توقيت مقتل الشاب الإيطالي في مصر، مشيرا إلى أن اختطاف الأجانب في مصر نادرا ما يحدث، فعلى الرغم من وجود المدن الكبيرة إلا أن عمليات اختطاف الأجانب ليست متداولة في مصر بالشكل المعروف. وأشار الموقع إلى أن اختطاف ومقتل الشاب الإيطالي في هذا التوقيت بالتزامن مع وجود وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية في مصر يشير الشكوك، مذكرا بحادث اختطاف مهندس كرواتي وقتله منذ أشهر، والذي تم وقت تدشين قناة السويس الجديدة الذي حضره العديد من الشخصيات الأجنبية. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن عماد متعب تم تغريمه ماديا بعد خناقته اللفظية مع عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني خلال مران الفريق صباح اليوم. وكان زيزو قد قام بطرد اللاعب من المران بسبب مشادة متعب مع زميله صالح جمعة. وعلم اليوم السابع أن العقوبة الموقعة وصلت ل 150 ألف جنيه بالإضافة لاستبعاد اللاعب من مباراة القمة المقرر لها الثلاثاء المقبل للدوري. مشاهدينا الكرام في كل مكان، جولتنا الإخبارية داخل صالة التحرير اليوم السابع انتهت. انتظرونا في جولات إخبارية جديدة. كان معكم علي الكشوتي.